تتواصل المعارك بين قوات المعارضه السوريه وقوات النظام والميليشيات الداعمه له في مدينه حرستا في الغوطه الشرقيه للعاصمه دمشق. وفي الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام فك الحصار عن المئات من قواتها المحاصره داخل اداره المركبات العسكريه وصد قوات المعارضه عن مواقع اخرى لا تقل عنها اهميه، تتقدم قوات المعارضه في مسعى للسيطره على مبان ومواقع عسكريه ذات أهمية استراتيجية في المنطقة. قوات المعارضة واصلت تقدمها في حرستا وسيطرت على كراج الحجز قرب مبنى محافظة ريف دمشق الاستراتيجي الذي تصر على السيطرة عليه لما له من أهمية تفوق أهمية إدارة المركبات نظرا لارتفاعه الذي يسمح لقوات المعارضة بالسيطرة النارية على فرع الاستخبارات الجوية والحيلولة دون تقدم قوات النظام إلى داخل الغوطة الشرقية. قوات النظام بدورها اتبعت سياسة الأرض المحروقة في المنطقة التي تفصل مبنى المحافظة عن إدارة المركبات في محاولة لفك الحصار عنها. كما نقلت وكالة رويترز عن سكان وشهود عيان أن قوات النظام تحشد ما وصفته بقوات النخبة استعدادا لهجوم كبير لكسر حصار المعارضة المسلحة لإدارة المركبات العسكرية. ويضغط النظام على المعارضة السورية من خلال استهدافهم بالقصف المدفعي والجوي، الذي أدى منذ بدء المعارك إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين، فضلاً عن الدمار الكبير الذي طال المنازل والمحال التجارية والمرافق العامة. قرى وبلدات في محافظة إدلب كان لها موعد كذلك مع حملة قصف مكثف من قبل الطيران الحربي الروسي ومقاتلات النظام. طالت الاطراف الشماليه الغربيه لمدينه معره النعمان والاطراف الغربيه لمدينه سراقب واطراف النيرب وجرجناز وحرش بينين وتل مرديخ ومعرشورين كما طال القصف الجوي والمدفعي مناطق في مدينه الريحه وبلده أورمجوس في القطاع الجنوبي من ريف محافظه ادلب